أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. الصحة للمواطنين، حافظوا على التباعد والتزموا بمتر ونصف عن مخالطة الآخرين. البقاء للأقوى، النساء يتفوقن جينيا على الرجال. تفشي فيروس كورونا يؤجج العنف الأسري. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة اهتمام المواطنين بالتباعد الاجتماعي لقطع الطريق على عدوى كورونا من الانتقال للبعض. وقالت وزارة الصحة: ينبغي أن لا تقل المسافة عن متر ونصف بين كل شخص والآخر. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا المستجد. جاهزة؟ جاهزة. هبعد عنديكي متر ونص ليه؟ اشمعنى؟ هي العيشة كلها قديك. هبعد عنه بقى وآخد بالنصيحة. اشمعنى؟ بس بعد كورونا هتبقى فضيحة. عامل حجة وبيبعد من غير داعي. اشمعنى؟ عامل حساب للتباعد الاجتماعي. بيبعد عني وانا محرجة. اشمعنى؟ هو اصلا ما كانش فيه راجع. اثبتت الاحصاءات ان فيروس كورونا المستجد يقتل عددا اكبر من الرجال مقارنة مع ضحاياه من النساء، وجاءت أوبئة سابقة بنتائج مشابهة مما يؤكد التفوق الجيني لدى النساء. وبالرغم من وجود عوامل تلعب دورا في اختلاف نسب الوفيات بين الجنسين مثل العمر والأمراض المزمنة الأخرى، فإن الفروقات الجينية بين الرجال والنساء هي أبرز ما يفسر هذا الاختلاف. جاهزة؟ جاهزة. كل ديك وخايف على مرضه. اشمعنى؟ عايزة اتجوز قبل ما ينقرضوا. الديوك هيموتوا قبلينا واحنا هنعيش. اشمعنى؟ عايشة من غير ديوك ما تسويش. ديكي بيحبني عشان موفرة. اشمعنى؟ ومش كده وبس، جيناتي معمرة. بيحبني ومتردد وخايف على طول. اشمعنى؟ قلت له انت هتموت قبل ما تقول. كما هو الحال مع العديد من العواقب المدمرة لتفشي وباء كوفيد-19، فقد كشفت هذه اللحظة عن ظروف كامنة لكنها تفاقمت بشكل كبير بسبب الظروف الجديدة الناشئة وهي العنف الأسري. والآن مع الإغلاق على العائلات في جميع أنحاء العالم، تزدحم الخطوط الساخنة في العديد من دول العالم بتقارير حول الإساءة للمرأة والفتاة. جاهزة؟ يلا جاهزة. رحنا المستشفى وبيعالجونا. اشمعنى؟ قطعنا بعض عشان الكورونا. عايز الحظر يخلص بكره غباؤه. اشمعنى؟ قبل ما ديكي يودع اعضاؤه. خايفة الحظر يخلص علينا. اشمعنى؟ هتلاقوا ديكي مدفون في الجنينة. ضربنا بعض وبهدلنا بعضينا. اشمعنى؟ هرمونات كورونا وحطت علينا. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. الصحة للمواطنين، حافظوا على التباعد والتزموا بمتر ونصف عن مخالطة الآخرين. البقاء للأقوى، النساء يتفوقن جينيا على الرجال. تفشي فيروس كورونا يؤجج العنف الأسري. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.